أنا محمد علاء الجليل، سائق سيارة إسعاف منقذ وبعتني بالحيوانات هون بسوريا. كنت صاحب محمية الأولى في سوريا، محمية القطط، كانت في حلب منزل أرنستو لإيواء الحيوانات ومساعدتهم، بالإضافة لمساعدة الفقراء والأيتام. بنينا هذا البيت باقتراح أنا وأصدقائي من جميع أنحاء العالم. قررنا أنه نساوي محمية للقطط، بيت نحمي فيه القطط، والحمد لله نجحنا لفترة سنتين وانقصف هذا البيت وطلعنا خارج مدينة حلب على أرياف حلب حوالي حلب. قدرنا أنه بمساعدة أصدقائي وبدعمهم لألي أنه نبني بيت تاني بفضل رسامين، في رسامين عالميين رسموا لي صور وباعوها بمزاد علني. قدرنا نجمع هذا البيت حتى نرجع نأسس من أول جديد. أنا بالنسبة لي بحب القطط من أنا صغير، وعندي هواية كتير أنه أعتني بالقطط. طبعا عائلتي كلها هيك، لذلك اخذ هي من عائلتي انه نعتني بالقطط كثير. بهوايتي بالقطط كان بوضع الحرب، اول ما بدت الحرب من 5 سنين، كنت انا جاي على البيت اخلص دوامي كمسعف، اجيب معي كيس اكل احطه بالشارع للقطط المتواجده فيه يوميا. تفاجات بعد فتره كسرت هي القطط، يعني صاروا يجوا على المنطقه بشكل كبير لياكلوا. قمت صرت ازيد لهم الكميات واجيب لهم اكل مشان ياكلوا يوميا. هيك كانت بدايه القصه، وكان عندي حلم انه اساوي بيت للقطط او محميه للقطط.